نظم قرآن کو جگہ جگہ پیرا ہے حرکات و نظر سے معانی و مطالب کی ہم آہنگی ترنم و نغمے کا زیر و بم لہجے کا سوز و اداس پر ایک ایک حرف کو ایسا سمارتے ہیں کہ سماعتیں دم بخود رہ جاتی ہیں فالآن نلتمس من سماعت شیخنا وضيفنا الشرف فضيلة الشيخ عبد الناصر حرق الموقر حفظه الله ورعاه أن يطلع على المنصة شمسا بازغة مشعة بأنوار تلاوته المطربة وجزاكم الله تعالى. إن جامعتنا الحبيبة لتطفل في حلة النور والسرور بورودكم المسرور أبشر فإنما أنت بين أهلك ومن أحبك في الله. مرحبا برمز الابداع والتميز في عالم المقامات، اهلا بفارس القراء ومحرك القلوب بتلاوته النديه. Thank you.
فناداها
فريا يا
أعلمنا لكم تعليم أن نعمل إذا على الله وقدرنا ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ذلك عيسى بن مريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. ليس كلمة حروف وكلمات. الله على مدح هذه النوابات والقراءات. ما شاء الله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه.
وَمَا
اب ہم نتائج کا اعلان کرتے ہیں. چنانچہ